وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة مع بعض البساطة والسهولة، المسقعة البتنجان، يعني لحمة وبتنجان. فاحنا عايزين نغير فكر البتنجان من المسقعة نعمله بوفتيك. أكيد الأولاد والأطفال بيحبوا الأكلات اللي فيها بانيهات أو مقلية أو كريسبي. هنشوف نعمل إزاي البتنجان النهاردة، الشرايح مقلية بوفتيك مع لحمة مفرومة مع الخبرة الطهوية، بالتأكيد هتعجب حضراتكم، وحاجة سهلة كده لكل أمهاتنا هتعجبهم وتبقى لطيفة. نقدم معاها صوص طماطم، نقدم معاها وايت صوص حسب الرغبة. معانا النهاردة رز بالبسلة والجزر لكل سيدة عظيمة، طبعا ربنا يقومها بالسلامة الحامل. البسلة غنية بالبوتاسيوم، والبوتاسيوم ده بيلعب دور البطولة في تغذية الجنين داخل أمه في فترة الحمل. فالنهاردة هنعمل الرز بالبسلة والجزر، هيعجب حضراتكم، تقدروا تحط عليه شوية مكسرات والتوابل اللطيفة الجميلة، هيكون طعمه لطيف، والبسلة والجزر كمان غنية بفيتامين سي. ولكن الطماطم لنا موقف معاها، بنشربها عصير، ممكن بنعملها شوربة تبقى لطيفة وجميلة. إنما طماطم محشية بفكر طهوي جميل، هنشوف نعمل إزاي الطماطم المحشية بالرز والزيتون والجبنة، حاجات لطيفة وجميلة. في حاجات عندك في التلاجة ممكن تعيد هيكلتها وتحشيها للطماطم وتقدميها بشكل جديد. الحلقة بتاعت النهاردة فيها تفاصيل، فيها خبرة طهوية، فيها معلومة غير معلومة، عايز حضراتكم نتابعها مع بعض. وأهم حاجة التكلفة القليلة، إنك تعملي مطبخ بسيط وسهل. ازاي؟ يكون عندك خبره طهويه، وكمان تتابع الشيف المغازي على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. استاذن حضراتكم، هناخد فاصل صغير ونرجع. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الصغيره، ولكن المعنى كبير والطعم جديد. ايه تفصيل الجمله دي يا عم الشيف؟ دايما بالتفاصيل الصغيره تعملي سفره لطيفه وجميله، شكلها حلو، طعمها جديد، التغير جميل في الاكل بتاعنا. كل يوم معانا لحمه مفرومه وبتنجان، نعملها مسقعه، بنعمل البتنجان ساعات مقلي، ساعات بندخله في المقلوبه، ولكن تعالوا شوفوا نعمل ازاي بوفتيك البتنجان باللحمه المفرومه. اكيد فيها فكره طهويه هتعجب الصغير قبل الكبير. معانا بتنجان ولحمه مفرومه، توابلنا بصل وتوم، شويه بهارات من الملح والفلفل، وشويه حب. تقدري تقدميها مع صوص طماطم لطيف متسبك على النار، ممكن تقدميها مع وايت صوص بالجبنه حسب الرغبه. المقادير على الشاشه، صورها بتليفونك، ولكن هنا يتصدر قائمه الابداع صوره البتنجان اللي هو من بره اسود ولكن من جوه قلبه ابيض، عامل زي الشيف كده. حلو الكلام. البتنجانيه لونها اسود، بس قيمه غذائيه عاليه جدا، وبسميها لحمه الفقير. البتنجان ده غني بالبوتاسيوم، غني بالحديد، غني بالالياف. تعالوا نشوف هنشتغل معاه ازاي النهارده مع بعض. اشترينا البتنجان، بالتاكيد في طريقه ان احنا نشتري بقى البتنجان تبقى لطيفه، وازاي تشتري البتنجان بالذات، لانه ما عليهوش تاريخ صلاحيه، ولا هو مثلا من الحاجه اللي بتبان زي الجوافه او الكمثرى او التفاح او الطماطم تمسكها تلاقيها طريه. البتنجانيه لازم تلمع في ايدك بالشكل ده كده، تضغطي عليها باطراف اصابع ايدك تبقى قويه متينه، ما تبقاش طريه، ما تبقاش زي السفنجه، يعني عند الفكهانه وبتاع الخضار يبقى بقى لها وقت كبير وناشفه، تبقى زي السفنجه. دي من العلامات اللي تخليكي تشتري البتنجان. الاهم بقى انك لما تشيلي العشبه الخضراء دي او الزهره الخضراء تلاقي البتنجانيه باللون ده، شايفين مع بعض؟ معانا واحده كمان اهي، ده الخضار. لو لقيت دي سودة او الاطراف بتاعتها سودة، يبقى البتنجان ده عند الراجل الفكهاني او بتاع الخضار بقى له وقت كبير. اعتقد العلامات دي برؤيه العين تعرف ان البتنجان طازه ولا مش طازه. نيجي بقى برؤيه السكينه، قطعنا البتنجانيه، الشيف قال قلبها ابيض، نسمي بسم الله كده ونشوف الدنيا عامله ازاي. اهو سكينتك تكون حاميه، هو ده، شوف البياض والحلاوه. اهو ادي البتنجانيه بالشكل البياض الحلو ده كده، اهو كده البتنجان ده طازه. هناخد البتنجان دلوقتي ده ونعمله بوفتيك، نقطعه الشرايح بالشكل ده كده. معانا دول كام؟ واحده، اتنين، تلاته، ناخد دي كمان تبقى صغيره حلوه كده لحماده، تمام زي الفل. هناخد البتنجان بالشكل ده بعد التقطيعه دي كده، نفتحها كده بالراحه ونسيبها للاخر سنتي. نفس القصه. فكره جديده وحلوه هتعجب الولاد، وغيرنا مفهوم البتنجان من المسقعه. نفس القصه اهو، بطرف السكينه كده بندخلها في البتنجانيه ونفتحها ونقطعها كده. خلي بالك لا تعوري ايدك يا ست الكل، يا امي، يا خالتي. مفاتيح السعاده الزوجيه هي مطبخك اللي تقدري انك انت تعملي كل حاجه حلوه منه.
وتبعتي مزدات لجوزك وولادك واسرتك وضيوفك. الضيوف لما يجي يلاقيكي عامله سفره حلوه وعامله جرنش حلو وعامله فكر حلو يعرف ان العزومه دي معموله بحب. ادي البتنجان اتفتح بالشكل ده كده، معانا لحمه مفرومه هنحشي فيها. ينفع بدل اللحمه المفرومه يا مغازي فراخ مفرومه؟ ينفع. البتنجان معانا، هناخد اللحمه المفرومه اللي عندنا نتبلها مع بعض كده كانك بتتبلي الكفته. نوسع الدنيا دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي لحمه مفرومه اي كميه مثلا حسب كميه البتنجان. نخلي الورده دي فين؟ نخليها هنا. ناخد اللحمه المفرومه دي كده كميه حسب ما انت حابه، حسب عدد افراد الاسره. بنحط على اللحمه المفرومه دي شويه بصل ناعمين، توابل كفته العاديه يعني، او ميه البصل زي ما انت حابه، فص ثوم مفروم يا ست الكل، معلقه فلفله حلوه تديها شويه ليونه، معلقه معجون طماطم حلوه، شويه بقدونس مفرومين ناعم، سنة شبت صغيرة بتدي فليفر حلو ما نكترش منه، الملح بتاعنا البسيط، البهارات بتاعتنا شوية فلفل عشان طعم اللحمة هنا ما يضيعش مننا حلو، يعني فلفل اسود شوية، بابريكا شوية، حبة تجودي في الحشو يبقى كاري مفيش مشكلة حسب الرغبة. ادي التوابل بتاعتنا اللطيفة. هنمسك لحتة اللحمة دي كده، ممكن شوية زعتر حلوين. هنمسك حتة اللحمة دي يا عم الشيف نقلبها بالخلطة الحلوة دي كده، واحنا شغالين مع بعض. اصبحت هنا كفتة. ونصيحة مني، لما تشتري اللحمة المفرومة من عند الجزار ما تشتريهاش متبلة، انت روحي البيت وتبليها بايدك. شفت اللحمة زي الفل. هنا المعجون الطماطم ومعلقة الفلفلة الحلوة اللي هي الهريسة الحلوة خلت حته اللحمه طريه في ايدك وزي الفل كده بالشكل ده كده، وخدت لون حلو ويفتح الشهيه وجاهزه. ممكن تعملها كفته في الحاله دي، تعملها كفته بالصينيه، تعصجيها وتعملها رقاق حسب ما انت حابه. حته اللحمه جاهزه، ناخد البتنجان اللطيف ده كده وتعالوا مع بعض نشتغل بقى ايه بتكنيك طهوي في خبره طهويه. شفت البتنجانه مفتوحه اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، ونفرتها كده. الله، والله فكره يا شيف، ده انا عندي الولاد مش بيحبوا البتنجان. انت بقى اعملي لهم البتنجان ده بانيه دلوقتي مقلي، بس ما تقوليش عليه بتنجان غير لما ياكلوه ويستطعموه. ادي واحده كده ونفس القصه اهي، واضغط عليها جا. هي لما تضغط عليها هي بتفرد لوحدها جوه. وخلي اطراف اللحمه باينه كده عشان تغري الاولاد وتعرف ان في لحمه مفرومه. نفس القصه. نعم يا غالي، مخرجنا بيسأل، ممكن بدل البتنجان كوسة؟ ممكن. الله يفتح عليك. نجيب الكوسة الكبيرة ونعملها بنفس الطريقة. ممكن بدل الكوسة بطاطس؟ لا، ما ينفعش بطاطس لأن بتبقى شوية قاسية. الخضار الكوسة والبتنجان ما بياخدش وقت كتير في السوى، ولكن البطاطس نعملها شرايح بقى ونحط اللحمة ما بينها، ما تمشيش معاها كده، خلي بالك. حلو، نفس القصه دي كمان، واحده اربعه، دي واحده كمان اهيت زي الفل. عندنا بيض بقى وعندنا دقيق وبقسماط، مراحل عمل البانيه اللي الشيف مش بيحبها بيبقى فيها شويه شغل يعني. ادي البانيه بتاعنا ده البقسماط، وعندنا البيض، بسم الله الرحمن الرحيم. وبنضرب ثلاث بيضات مع شويه دقيق مع شويه حليب، نعمل التوبنج بتاع البانيه. انتوا شطار فيه طبعا يعني. طلع البيض من التلاجة قبل استخدامك على طول، مش يعني سيبيه كده 10 دقايق بره بالشكل ده كده. بنحط على البيض يا عم الشيف معلقتين من الدقيق بمضرب صغير. ليه حطيت دقيق يا عم الشيف؟ علشان البتنجان الملمس بتاعه ناعم، فلازم احط حاجة توبنج علشان يمسك في البتنجان، ده الطبيعي. شوية حليب. شفت تركاية صغيرة اهيت بتخليكي طبعا ايه تعملي حاجة لطيفة. تاني حطيت على البيض شوية دقيق مع شوية حليب وقلبهم كده. بقى عندي التوبنج بتاعنا تقيل. هنحط عصرة ليمون صغيرة على البيض.
ليه يا مغازي؟ عشان الزفاره بتاعت البيض مع رشه فلفل اسود، عصره ليمون مع فلفل اسود، كده مفيش زفاره في البيض. ولو حطيت شويه زعتر تبقى كمان احسن مني. واحنا شغالين مع بعض. انا اهم حاجه عندي في البرنامج بتاعي اكله امي، ببعت رسائل لكل ام عظيمه بتتابعني، لكل اخت، لكل خاله، لكل الناس اللي بتتابعنا في انحاء العالم، انك تقدري باقل تكلفه ممكنه تعملي افتكاسات حلوه، تعملي ابداع، تعملي اطباق جديده متنوعه وشكلها مختلف. البتنجان واللحمه المفرومه ثابت عند المسقعه. نعصج اللحمه، نحمر البتنجان ونعمل مسقعه. احنا عملناها النهارده بطريقه جديده. ادي الخليط بتاعي عباره عن بيض وحليب وشويه بهارات حلوين. اخدها في اول حاجه كده، بحطها هنا في البيض واغلفها كويس بالبيض، وارجع احطها في البقسماط، احطها في البيض وارجع احطها في البقسماط، احطها في البيض وارجع احطها في البقسماط. بتقولي ورايا انا عارف. وارجع احطها في البقسماط وهكذا. في طريقتين للسوى. نوصل للمرحله الاخيره بقى من الايه، من الانتاج بتاعنا. تسويته تتم في حالتين، يا اما نحمره في الزيت كثيف كانك بتحمري بطاطس او بتحمري زلابية، يا اما نحطه في صينيه ونرش عليه رشه زيت وندخله الفرن يتشوي. فدول طريقتين لعمليه التسويه، حسب ما انت حابه وحسب الحاله الصحيه وحسب ولادك بيحبوا ايه. البتنجان ده طالما انا وصلت للمرحله دي في طريقتين للسوى. الطريقه الاولى بضغط عليها كده والفها كده، اللهم صل، واضغط ضغطه كمان تقوم اللحمه جوه تبقى بالشكل ده كده. دي واحده اهيت، بخليها على جنب. نفس القصه اهو، ضغطه دي كده. طب ايهما افضل يا شيف مغازي لو انت في المطبخ وعايز تاكل البتنجان؟ بصراحه وللامانه يتحمر في الزيت، لان طبيعي البانيه او الكريسبي او الحاجات المقليات لما بتتحمر في الزيت بطريقه صحيه كويسه بتبقى لطيفه وحلوه. وما تخليهاش تشرب زيت كتير. ازاي؟ تنزل في زيت غزير والزيت درجه حرارته عاليه علشان ما تشربش زيت. نعم يا غالي. لا، البتنجان هنا في الحاله دي مش هيشرب زيت، لان طبعا انا عامل له التوبنج من البيض والحليب والبقسماط. هناخد البتنجان ده يا عم الشيف ونحطه في قلب الزيت اللي درجه حرارته عاليه هنا. ايه الاخبار؟ ده لسه ما سخنش، هنخليها على جنب كده. احنا مش هنقول حاجه كده اصبر عليها كده واخليها جنب هنا. حلو الكلام. وتعالوا نعمل كمان 3 4 مع بعض عشان نعمل طبق حلو كده. احنا نطلع فاصل، عينيا نسمع كلام مخرجنا الجميل، هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير. واحنا ماشيين على نظام ان احنا البتنجان حشيناه لحمه مفرومه، وبعدين دخل على التوبنج بتاعنا بيض مع دقيق مع حليب، وبعدين دخل على البقسماط. دي المراحل. عمليه التسويه زي ما قلت لحضراتكم طريقتين. الطريقه الاولى ان انا ممكن احمره في زيت غزير، اما ان انا احطها وارصها في صينيه وادخلها الفرن مع شويه زبده وشويه زيت، هتتحمر زي اي كفته في الفرن. هنروح فاصل صغير، تروحوا بعيد، نصيحه مني، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. المصداقية والشفافية شعارنا على شاشة القناة الأولى التلفزيون المصري. أنا في الفاصل بصراحة يعني كنت بشتغل بسرعة. عملت إيه يا عم الشيف؟ عملت كمان شوية بتنجان حشيتهم لحمة مفرومة عشان نبقى عاملين طبق حلو كده يملى العين، عشان نعرف التفاصيل بالظبط. اللي كان معانا قبل ما نطلع الفاصل في قلب الزيت بيتحمر، نبص عليه كده، والزيت سخن معانا الحمد لله. نبص كده عم سالم وننزل بالباقي كده. شفت التحميرة دي؟ والباقي معانا اهو، واحدة واحدة عشان ما نقولش دول ليه زادوا، وكانوا عامل الشيف كان عامل 5 6 بس. في قلب الزيت التحميرة دي، ونستنى عليهم شوية. يعني انت تعملي كمية بقى علشان بطعمه الحلو بالتكنيك بالخبرة الطهوية، اعتقد الواحد ممكن ياكل 5 6 كده مع طبق سلطة زي الفل وكده اتعشت. تعالوا مع بعض نعمل طبق رز بالبسلة والجزر. مقاديره على الشاشة، ولكن الخبرة الطهوية وحبك للمطبخ هو اللي بيغلب على الموضوع هنا. تعملي شوية رز مفلفلين مع البسلة والجزر. المقادير على الشاشة: بسلة، جزر مبشور، زبدة وزيت الاتنين مع بعض مشتركين، وبصل متقطع ناعم. بتنجان عجبني قوي في قلب الزيت على فكرة. غيرنا مفهوم البتنجان من المسقعة، خليناه بوفتيك. شرايح البتنجان
يا غالي تفك مين بس، دي ألف باء مطبخ لما تفك بقى. يبقى كده نقدم الاستقالة، شايفين ازاي؟ لازم تمسك نفسها. هنحط هنا شوية الزيت بتوعنا، معانا مكعب من الزبدة بيساعد على إحمرار البصل سريعا. اللهم صل على النبي. بصلايه ناعمة يا عم الشيف، العب. اللهم صل على النبي. التحميرة الحلوة دي كده، ريحة البصل هتوجع عينك. حط البهارات بتاعة البصلة، من شوية الكمون الحلوين، كزبرة، التوابل بتاعتنا العادية. طبعا في الحالة دي مفيش هنا دموع من البصل. والبتنجان بيتحمر في قلب الزيت، هقدم معاه صوص طماطم. شوية الرز الحلوين دول، البصلية كده خدت لون. ايه اللي ممكن ياخد معانا وقت في السوى هنا؟ البصلاية. بننزل بالثوم بتاعنا عشان ما ياخدش لون، ونقلب كده. اللهم صل على النبي. ننزل الرز بتاعنا يتفلفل بالشكل ده كده، الرز المصري. الله الله. نعم يا غالي. لا، هي افضل حاجه تتعمل بالرز المصري. الرز المصري من خير ارضنا يتميز بالنشويات بتاعته والكربوهيدرات بتاعته الجميله الحلوه اللي كلها قيمه غذائيه عاليه جدا. هتقولي لي ايهما افيد، الرز المصري ولا الرز البسمتي؟ لا، الرز المصري. ده الرز المصري في قلب الحله، بنقلبه مع البصله مع التومه مع البهارات. الرز خد لون، اتفلفل على النار. عندنا بسله، عندنا جزر، عندنا مشروم حسب الرغبه زي ما انت عايزه. الزيت بيناديني، بتناديني تاني ليه؟ اهو شايفه الحلاوه دي، بص على الحلاوه هنا. نشيل البتنجان اللي اتحمر ده كده. اللهم صل على النبي، لان عايز اقدم معاه صوص طماطم، فهشيل الشويه اللي اتحمروا دول. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ده انا ما كنتش باكل البتنجان يا شيف، ده انا النهارده كل يوم هاكل البتنجان. قال لك يا داخل ما بين البصله وقشرتها ما ينوبك الا حلاوتها. يا داخل بين البتنجان وبعضه لحمه مفرومه. الله. حلو قوي. تعالوا ننزل الباقي اللي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، ننزل بدول كده في قلب الزيت. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ ممكن على فكره تعملي الاطباق دي وتخليها في التلاجه، تقعد عندك اسبوع في التلاجه مفيش اي مشكله، تستخدمها وقت ما انت حابه. مستعجله وداخله المطبخ واولادك مستعجلين على الغداء، بتطلعي ده من التلاجه على طول تحمريه ويبقى زي الفل مفيش اي مشكله. نشوف موضوع الرز وصل لفين. اهو اتفلفل مع الزبده مع البصله مع التومه مع شويه البهارات. ننزل بالجزر بتاعنا. الله. ننزل بالبسله بتاعتنا الجميله الحلوه، البازلاء. البازلاء فيها سكريات كتيرة غنية بالبوتاسيوم، مفيدة جدا لجهاز القولون لمشاكل الإمساك. كل ده بنشيله، بنقلب كل ده مع بعضه. الله. الحلة دي فيها كنز دلوقتي، كربوهيدرات ونشويات، بروتين. بروتين. انت عايز تشوف لحمة مفرومة عشان نقول بروتين؟ البروتين يا فندم موجود في الزبدة، موجود في السمنة. مش لازم ان انا احط لحمة مفرومة علشان اشوف البروتين قدام عينيا. عايز بروتين نباتي ممكن نحط مشروم. والمشروم مع الاكلة دي يفضل طبعا، بيبقى كمان طعمه لطيف. شايفين الرز بيتكلم مصر في قلب الحلة؟ اللون اختلف ازاي؟ مع الخضار، مع الشكل البرتقاني اللي يفتح الشهية. واللي عاجبني في الليلة دي كلها القرن الفلفل اللي رايح جاي ده كده. إذا جوزك بيحب الحار خليه له في قلب الرز. ممكن تغرف الرز معاه مفيش مشكلة. نروق الدنيا دي كده علشان نبدأ ننزل بالشوربة بتاعتنا. عندك شوربة لحمة؟ أهلا وسهلا. عندك شوربة فراخ؟ برضو أهلا وسهلا. ما عندكيش لا ده ولا ده،
لا تفكري ولا تحتاري مع الشيف المغازي هتختاري. عندي بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والطماطم والحبهان وورق اللورو، عملت شوربه لطيفه وجميله اشتغلت عليها. باخد الشوربه دي يا عم الشيف واسقطها كده على الرز. اهو اهو، اللهم صل على النبي، زلزال في قلب الحله. بس خلاص ونقلب. شفت الشقاوه بتاعت المطبخ؟ تكلفه هنا ثلاثة تعريفه، كيس بسله من اي سوبر ماركت لطيف وجميل في الحته بتاعتنا، شويه جزر بشرناهم، بصلايه جميله حلوه حمراء مصريه، فص توم حلو من خير ارضنا، معلتين زيت زيتون مكعب زبده، اهلا وسهلا مع الرز المصري. خد شكل تاني وطعم تاني، قيمه غذائيه هتلاقي، شكل حلو وطعم حلو هتلاقي. نغطي الحله دي يا عم الشيف، نغطيها بالتاكيد. اهالينا قالوا ايه؟ اتقل على الرز لما يستوي. نشوف موضوع البتنجان وصل لفين. اللهم صل على، جاهز كده؟ نجيب طبق التقديم مع بعض، السرفيز الحلو ده كده، ونشيل البتنجان نخليه على جنب. في صوص طماطم هنا متعتق وجاهز. الله، هو ده. اخد البتنجان ارصه بالشكل اللطيف ده كده، حاجه جديده. يا سلام لو انت عازمه حد بقى من حبايبك الحلوين من ضيوفك وعملت الطبق ده، خرجت عن المألوف، عن اللي بيتعمل كل يوم في المناسبات. مسقعه مصريه من الاكلات اللي واخده الشعار المصري، سواء بالبتنجان سواء بالارنبيط. ناخد بقيه البتنجان بتاعنا. الصوره الحلوه على الشاشه تعني مليون كلمه على شاشه القناه الاولى التلفزيون المصري، مش الف كلمه. على فين الطبق ده؟ على الكنترول. هو ده. اللهم صل على النبي، رشه بقدونس حلوه. مش مطلوب منك في دقائق معدوده تعملي الطبق ده، خد راحتك في المطبخ، ده مملكتك اقفي فيه. على فكره انا من الناس اللي لما بيقف في المطبخ بينسجم قوي. كوبايه القهوه، كوبايه الشاي اللي انا بحبها مع الاغنيه اللي انا بحبها، وابدا ان انا اطلع كل مهارتي في المطبخ. ده طبق لطيف وجميل. لما نيجي نتكلف عن التكلفه الفعليه بتاعته ثلاثه تعريف. طب القيمه الغذائيه، وده اللي تهمنا على فكره، خاصه لما نكون ان احنا مش بنكلف كتير، بحط في الاعتبار وبركز قوي في القيمه الغذائيه للطبق بتاعي والاطفال قبل الكبار. لا اعتقد الكبار يقدروا على السفره يتنوعوا في الاكل لانهم عارفين القيمه الغذائيه، اما الطفل عايز يهتم بالشكل، فالبانيه ده او البوفتيك ده بيشد الاطفال، وخاصه لما الحاجه تتقلب بقسماط وتبقى طعمها لطيف وجميل، واقدمها مع صوص طماطم او وايت صوص. نقدر نحط لها جبنه حسب الرغبه. الرز على النار، البتنجان انا خلصته، نخش في الطبق الثالث بتاعنا، طماطم محشيه بخبره طهويه. الخبره الطهويه والحشوه هنا معانا. نشوف هنعمله ازاي مع بعض. ده تمام مكانه كده زي الفل. تعالوا نعمل الحشوه بتاعه الطماطم قبل ما نجهز الطماطم، ده اللي يهمني المضمون. المقادير على الشاشه، مقادير حشوه الطماطم، طماطم محشيه بالرز والجبنه. المقادير على الشاشه، هستأذن مخرجنا الجميل بس تجيب البتنجان قبل وبعد، محدش هيصدق على السفره ان البتنجان ده شكله بعد ما قطعناه واشتغلنا فيه بقى بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. المقادير على الشاشه، رز مصري سلقناه مسبقا معانا اهو، شويه رز او معلقتين رز باقيين عندك من امبارح، كنت عامله ملوخيه مع الفراخ الاكله المفضله للشيف اهو. ده الرز المصري. الله، زي الفل. بحط على الرز ده يا عم الشيف شويه بقدونس حلوين، الخضره، شويه شبت، شويه جبنه موزاريلا على الرز. خليكي معايا للاخر، بس اهم حاجه الرز يكون مستوي وما يكونش درجه حرارته يعني سخن يعني. لو هو عندك في الثلاجه طلعيه من الثلاجه بالشكل ده كده. حطيت جبنه موزاريلا، حطيت بصله ناعمه، فص توم ناعم على الرز. سنه شبت صغيره على الرز. معلقه فلفله حلوه على الرز. كل ده يا عم الشيف بهاراتك هنا بقى حسب الرغبه، ولكن انصحك ما تحطيش ملح لان الرز مستوي قبل كده في ملح. هنحط البهارات بتاعتنا، شويه ملح وشويه فلفل، سوري، شويه فلفل وشويه كركم. بس كده زي الفل، ونقلب دول مع بعض تقليبه حلوه.
هنا وجود الجبنة الموزاريلا في قلب التوبنج بتاعي أو في قلب الخلطة بتاعتي هو اللي يخليها تمسك في بعضيها لما أحطها في الطماطم. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ إيه الجمال ده؟ أدعم الموضوع وأبني الهرم الغذائي وأنا شغال في طماطماية حلوة دي، معرفش طلعت معايا إزاي، وأبني الهرم الغذائي وأنا شغال في طماطماية. الرز بروتين، الرز ألياف، الرز كربوهيدرات، الرز نشويات. عايز بروتين في الأكلة دي. الجبنة الموزاريلا مش كفاية، الشيف المغازي ممكن يعمل إيه بقى هنا؟ اللطافة والشياكة والخبرة الطهوية بتقول إيه؟ ممكن نضيف بطين هنا في الخليط ده. اللهم صل على النبي. كده الهرم الغذائي بكل مكوناته في قلب الحشوة. طب هتحشي الطماطم إزاي يا شيف مغازي؟ إحنا مع بعض دلوقتي نشوف الشكل الجميل اللي ممكن نعمله مع الطماطم المحشية. قلبنا البيض. وعلى فكرة الأكلة دي ممكن تعملها من جوه التلاجة. عندك رز بايت، شوية بقدونس حلوين، شوية جبنة موزاريلا بايين من البيتزا. هتعيد هيكلة الحاجة اللي موجودة في التلاجة وتعملها بشكل جديد دلوقتي هيعجبك على فكرة. لو لفيت مطابخ العالم ومطاعم العالم مش هتلاقي الطبق ده. بجد يا شيف ورينا هتعمل إيه. هو ده. أدي الحشوة جاهزة. حلوة، هنخليها كده على جنب. نجيب الطماطم الحلوة ونجيب سكينة منشار. يفضل استخدام سكينة منشار. حلو، وتعالوا نشوف الشيف المغازي هيعمل ايه في الطماطم الحلوه دي كده. القوطه، يا قوطه هنجيبها طبعا من عند الراجل الفكهاني، تكون اسيا مش اساوى، الاساوى اللي احنا عارفينها، تكون جامده شويه. حلو الكلام، ونقطعها بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي يا قوطه. الله عليك، ده انا كنت فاكرك يا شيف مغازي هتمسك الطماطميه تفرغها وتحشيها. وفي الحاله دي هنقول ايه الجديد؟ هنضحك على بعض ولا ايه؟ بص يا ست الكل يا امي، بص يا عروسه اللي مبتدئه في المطبخ وعايزه تعملي محشي لجوزك. ادي الطماطم بالشكل ده كده، نختار الكبيره، انا عايز الطماطم الكبيره. هتعمل ايه يا شيف مغازي؟ اصبري على رزقك يا ست الكل. حلو، عندي قطعه بتاعه الفطاير اللي موجوده عندي، في الصغيره وفي الكبيره اللي بالشكل ده كده. هعمل ايه؟ الصغيره هنا ناخدها كده، شفت شقاوه المطبخ؟ وادي واحده. مخرجنا الجميل الله يوفقك جيب لي الحاجات الحلوه دي كده، عشان احنا هنا خطوه خطوه والتفاصيل الصغيره مع بعض. ربنا يكرمك ويعيدك بزياره النبي، قول امين. واحنا مع بعض. حلو كده، طلعنا دي نحطها هنا نفس القصه. نفس القصه. طبعا اوعي ترمي قلب الطماطمايه دي، دخليها في طبق شوربه، دخليها في صلصه البيتزا. انا ضد التبذير، خلي بالك. وتقول الشيف المغازي شال قلب الطماطمايه رماه خالص، مفيش حاجه بتترمي عندي، حاجه بحطها في التلاجه واستخدمها تاني يوم زي الحلاوه. لقيت الطماطم صغيره استخدم القطاعه الصغيره، ما عنديش قطاعه يا شيف مغازي اعمل ايه؟ حالا وانا معاك يا ست الكل. عينيا بس هعمل التركايه دي وناخد بعضينا ونطلع فاصل. امسك الشريحه دي كده براها بالسكينه. اذا ما عندكيش قطعه، انا مش عايزك تقفي ايه تفكري. وافتكري الجمله اللي بقولها، لا تفكري ولا تحتاري. مع الشيف المغازي على شاشه القناه الاولى تلفزيون بلدي هتختاري. شفت انا عملت ايه؟ قورتها من جوه. هتعمل ايه بعد كده يا شيف؟ واحده واحده قبل ما اطلع الفاصل بتاعي، باخد من الحشوه دي كده واحط هنا كده. ايه ده يا شيف؟ ايه الابداع الطهوي ده؟ ودي هتخش الفرن. الجبنه مع البيض مع الرز مع البقدونس مع الحب. هيبقى قرص في قلب الايه؟ شريحه الطماطم. ده يعتبر طبق مقبلات يعني، حاجه كده قبل ما ناكل الديك الرومي. نستاذن حضراتكم ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع للابتكار الطهوي، للفن الطهوي باقل تكلفه ممكنه، تقدر تغيره من مطبخك وتعيد هيكله الحاجات اللي موجوده في الثلاجه وتعملها بشكل جديد. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ودايما الساده المشاهدين
يقول لك الشيف المغازي بيعمل ايه في الفاصل؟ هل بيشرب حاجه سخنه عشان بيبذل مجهود؟ لا والله العظيم، حبا في حضراتكم انا بعمل اقصى جهدي ومجهودي ان انا اطلع بالطبق مليان وفي الخبره الطهويه ويطلع البرزنتيشن بتاعه حلو الشكل يعني. ده مهم جدا. انا طبعا كنت انا عامل شويه قبل الفاصل، فانا معايا شويه طماطم كمان هكمل عليهم مع بعض كده حضراتكم. واللي يهمني ان قلب الطماطميه ده ما يترميش، يتعمل شوربه زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل، او ان احنا ندخله في صلصه البيتزا، او نخليها في الثلاجه نستخدمها استخدامات اخرى زي ما انت عايزه. او انت عامله البتنجان ده النهارده بالصدفه هتضربيه في الخلاط وتعمله صوص طماطم تحت البتنجان زي ما انت حابه. احنا معانا هنا طماطم نرصها كده، يعني مع كيلو طماطم بس تجيب الطماطم الجامده. عملت الفكره دي لطيفه اهيت زي الفل. ناخد من الحشوه دي يا عم الشيف. نعم نعم يا حبيبي نعم. طريقه التسويه اصبر على رزقك، هتشوف حاجه حلوه دلوقتي. في حله على النار او طاسه على النار او صينيه على النار بتسخن، حلو الكلام. احط الرز كده. خلي بالك الجبنه مع البيض مع الحشوه اللي انا عاملها دي اللي مجمده قلبي، ان كل ده هيستوي في بعضه ويمسك مع بعضه، وخاصه مع الرز المصري بتاعنا النشويات بتاعته والكربوهيدرات بتاعته والتفاصيل بتاعته. شفت انا بعمل ايه؟ بحط شويه الرز، الهرم الغذائي وببني الهرم الغذائي داخل شريحه الطماطم. بروتين هتلاقي، نشويات هتلاقي، كربوهيدرات هتلاقي، حب هتلاقي. وانا شغالة. الطريقة التانية ممكن بقى ان احنا نقور الطماطم ونحشيها خلطة وبتاع، ولكن في الغالب لما بنعملها بالطريقة دي يا شيف مغازي بنلاقي حبات الرز جوه الطماطمية مش مستوية في المحاشي المشكلة. فدي طريقة جديدة وحلوة، ممكن عاملة شوية ريش مشوية تحط ده جرنش جنبيها بدل الخضار السوتيه، عامله فراخ مشويه تحطي دي جنبيها جرنش بدل الخضار السوتيه، وهكذا. عامله برجر تحطي دي جنبه بدل الخضار السوتيه. وفرت على نفسك تعملي طبق رز، وفرت على نفسك مجهود كبير، وحاجه فيها قيمه غذائيه عاليه جدا. الاطفال هيحبوها، دايما الاطفال بيحبوا الاشكال البسيطه السهله اللي فيها تفاصيل. زي الفل. هنروق الدنيا دي كلها، وعند الطاسه بتسخن على النار، اللهم صل على النبي، ونشيل كل حاجة من هنا مش عايزها. خلي بالك واقفة في المطبخ، حنفية المية شغالة على الفاضي لازم تقفليها، نار شغالة على الفاضي لازم تقفليها، عشان عملية التبذير والفاتورة ما تجيش عالية بدون استخدامك أو استهلاكك للشيء ده. بيجي من هنا، واقفة في المطبخ، انبوبة الغاز بتاعنا شغالة على الفاضي. كل بيت دلوقتي فيه غاز طبيعي الحمد لله، وتلاقي الكهرباء شغالة على الفاضي، كل ده طبعا تبذير. معايا شوية جاهزين دول، وتعالوا نشوف هنسوي الأكلة بتاعتنا دي ازاي. زي الفل يا عم الشيف. الرز عينيا هنشوفه دلوقتي مع بعض. الرز جاهز اهوت يا غالي، بص على الحلاوة. شفت القرن الفلفل تلاقيه واخد القمة ازاي؟ ايه الحلاوة دي يا شيف؟ شفت البسلة هنا مع الجزر، حطيت شوية مكسرات أهلا وسهلا، حطيت شويه مشروم اهلا وسهلا، عندك لحمه مفرومه برضو مش هتقول لا. الرز ده حكايه. تغيير. الجزر هنا مستوي واخد سكه البرياني مع البسله والسكريات، لما يجتمع سكريات البسله مع سكريات الجزر مع الكربوهيدرات والنشويات اللي موجوده في الرز بالتاكيد الطعم هنا حكايه. ده مش هنغرفه دلوقتي، هنسيبه على النار كده لغايه لما نشوف موضوع الايه الطماطم. طاسه على النار شديده الحراره، نحط فيها شوية زيت بالشكل ده كده. حلو؟ تسلم ايدك يا شيف. ونحط مع الزيت ده يا عم الشيف مكعبين من الزبدة أو معلقة سمنة، بس أنا بفضل الزبدة. لغاية دلوقتي زي الفل. عندي عود نعناع حلو بخدرها كده، ربنا يخدر أيامنا يا رب على الخير. شفت الحلاوة دي؟ شفت الشياكة دي؟ تعالوا نشتغل مع بعض بقى ونعمل ابتكار طهوي كده. اللهم صل على النبي. بص على الحلاوه، بص على الشقاوه، هو ده. كمان مره عجبتك القصه دي انا عارف.
كمان مرة؟ اه. تكلفة الأكلة دي كام؟ كتير. دايما بقول الخبرة الطهوية والفن الطهوي لا يقدر بالمال، والأفكار لا تقدر بمال، ولكن التكلفة المالية للأكل بتاع اللي أنا عامله ده 3 تعريف. اه اه. أملى الصينية كده. دي هندخلها الفرن، خلي بالك. اه. دي هتخش الفرن على الشبكة بتاعة الفرن عشان نحط على وشها شوية جبنة موزاريلا. نعم يا غالي. لا ده انت مش متابع معايا من الاول بقى، احنا جايين متاخرين. الساده المشاهدين بيقول لي الرز ده يلحق يستوي؟ الرز مستوي يا حبيب قلبي. الرز المصري هنا كان بايت عندي في الثلاجه، كنت عامله ملوخيه لجوز امبارح بيحبها بالفراخ، فعندي شويه رز. كنت عامله طاجن باميه باللحمه الضاني عدله، شويه رز مصري، فالرز هنا مسلوق مسبقا. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ عندي جبنه موزاريلا. بسم الله الرحمن الرحيم. احط بقى عندك شويه زيتون، حولها البيتزا. ممكن تحط زيتون مع الجبنه دي حسب الرغبه. درجه حراره الفرن عندي 180، ادخلها الفرن يا عم الشيف، تاخد لون تاخد شكل. مش عايزه جبنه ما تحطيش، عايزه تحط جبنه شيدر حطي، خليك احسن مني وحط اللي انت حباه، ما فيش اي مشكله. ولادك بيحبوا ايه؟ اهو زي الفل في الفرن، وندخلها. فين مكانها في الفرن يا عم الشيف؟ هنا؟ هنا مكانها. اه. اللهم صل على النبي. مخرجنا الجميل، الصورة الحلوة من داخل الفرن تتحدث عن نفسها. اللهم صل على النبي. يلا بينا. الله الله على الحلاوة. اهو اه. بص بص الحلاوة، بص شوف الحلاوة اهي في قلب الفرن اهي. بالله عليك تجيب لي الصورة من داخل الفرن. شوف الحلاوة دي كده. ايه الجمال ده؟ ايه الشياكه دي؟ هنقفل الفرن بتاعنا ونسيبها شويه. حلوه. تعالوا نكمل مع بعض موضوع الرز وصل لفين. ده اللي يهمني. انت قلت الرز ده شيف مغازي، مفيد وقيمته الغذائيه عاليه جدا، فيحتاج مني ان انا كمان اقدمه واغرفه. اللهم صل على النبي. حلو السرفيس ده. تعالى يا بطل. الحاجات الجميله على فكره لما تيجي تغرفي طبق حلو انت عاملاه بحب، لازم كمان تختاري الطبق اللي هتقدمي فيه الاكل، ده مهم جدا. وفي كل اكله بيبقى لها عدل في التقديم. ان انا مش هعمل الديك الرومي وخلاص، الديك الرومي الصعوبه في تقديمه، في ان انا اغرفه ازاي واقدمه. اقدمه مع شعريه ماشي، اقدمه مع مكرونه ماشي. اه شفت الرز ده كده؟ اه القرن الفلفل ده كده عايزه انا، خليه كده على جنب. والله مكانه على البتنجان حلو. شايفه شويه الرز دول؟ اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ البسله هتلاقيها، الجزر هتلاقيه، الله الريحه الحلوه الجميله دي هتلاقيها. مش لازم شوربه فراخ او شوربه لحمه عشان تعمل الرز ده. حل على النار فيها شويه ميه مع جزر مع كرفس مع بصل مع ثوم، شويه حبهان، شويه حب. عملت شوربه على النار، الشوربه دي تستخدميها في الاكل بتاعك. وانا ضد مكسبات الطعم في الاكل. امي رحمه الله عليها، كل امهاتنا ربنا يديهم الصحه وطولة العمر يا رب، كل البنات الحلوين، ما نستخدمش مكسبات الطعم، لان هي هيبقى اكلك زي اكل الجيران، زي اكل الحبايب. طب وليه؟ طب انا اخلي الطعم بتاعي من بين اصابع ايدي كده زي الفل. وده مهم جدا على فكره، ما كانوش يستخدموا مكسبات الطعم اللي موجوده دلوقتي. دي بالتأكيد لها سلبياتها أكتر من إيجابياتها، ده الطبيعي يعني. آه. الله. كفاية؟ حاضر يا غالي كفاية، نسمع كلامك يا برنس. آه. جرنش بتاعي زي ما أنت حابة، ممكن عود نعناع لطيف، شوية روزماري. طبقين الاتنين كل واحد فيه حكاية، كل واحد فيه حدوتة، كل واحد فيه خبرة طهوية. ممكن مخرجنا بيقول لي ممكن احط مشروم مع الطبق ده، ممكن تحط مشروم يا غالي. حلو. الطماطم اخبارها ايه؟ في قلب الفرن، نبص عليها. عندي بصل اخضر هنا، انا من عشاق البصل الاخضر. شفت الجرنش طلع معايا لوحده؟ اه بغريه. حطوا البصل الاخضر ده عدل الاكله دي على فكره زي الفل. تعالوا نطلع الطماطم بتاعتنا من الفرن.
في أسئلة بقى على السوشيال ميديا مطلوب مني إن أنا أجاوب عليها سريعا كده. لغاية دلوقتي بنسأل مقادير عجينة البيتزا بتتعمل إزاي. فبعتذر طبعا لكل حبايبنا اللي على السوشيال ميديا اللي بيتابعونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، واللي بيتابعونا على الصفحة الرسمية لأكلة أمي وصفحة القناة الأولى. بنتابع وبناخد الأسئلة بنجاوب عليها عمل لحضراتكم، وبتيجي الفرصة بنعمل كمان الأكل ده عملي كل يوم. من ضمن الأسئلة مقادير عجينة البيتزا يا شيف مغازي ما بتطلعش معايا زي المحلات، وهي مش المفروض تطلع زي بتاعة المحلات، لأن المحلات ملتزمة بالكوست، الكوست اللي هو التكاليف عشان نكسب كتير. حلو الكلام؟ انت ما عندكيش الكلام ده في المطبخ، انت هنا بتأكلي ولادك بحب. حلو؟ الله الله على شكل الطماطم وهي محشية. بالأمانة عايزة شوية كمان، احنا معانا وقت قد ايه يا غالي؟ حبيب هارتي أقل من دقيقة هطلعها. مقادير عجينة البيتزا كالآتي: 3 كوبايات من الدقيق. الله على الطماطم، الله شفت بتهز يا باشا، تلزق مين بس يا طيب يا راجل يا محترم يا جميل، شفت الطماطم بتتهز ازاي؟ في قلب الحلة زي الفل بألف هنا وشفا. تمام، مقادير عجينة البيتزا تاني: 3 كوبايات من الدقيق، بياخدوا كوباية زبادي عشان تبقى عجينة البيتزا طرية وتسخنها تاني يوم، وأنا ضد إنك تحط بيض مع عجينة البيتزا، ربع كوب من زيت الزيتون، معلقة خميرة فورية، رشة ملح، رشة سكر في قلب العجينة، وهنعجن العجينة بتاعتنا. احتاجت من السوائل سوائل، نحط حليب أو مية. عايزاها دسمة حط حليب كامل الدسم، عايزاها ما فيهاش دسمة حط استخدمه مية. ولكن أساسيات عجينة البيتزا: كوباية زبادي وربع كوب من زيت الزيتون ومعلقة الخميرة بتاعتنا متدوبة في معلقة سكر مع الدقيق، ونعجن العجينة بتاعتنا ونسيبها مراحل التخمير الثلاثية اللي هي عبارة نص ساعة بعد العجين مباشرة، تلت ساعة وربع ساعة بعد ما نقطعها ونحطها على جنب على قد الصواني، الربع ساعة التاني وهي مفرودة في قلب الصينية يا شيف مغازي عشان تاخد الشكل الدائري بتاعها والسمكة بتاعتها. نحط عليها التوبنج بتاعنا سواء لحمة مفرومة سواء بسطرمة سواء خضار سواء مشروم زي ما انت حب. هي دي موضوع البيتزا. الأكل بتاع النهاردة بساطة سهولة مرونة، ولكن للأمانة الخبرة الطهوية فيه أعلى وغالبة على الموضوع. الطماطم عملتها بشكل جديد، بنيت الهرم الغذائي جوه شريحة طماطم من كل العناصر بتاعته، عملنا البوفتيك بتنجان يحب الأولاد الصغيرين يحبوه طبعا، الرز الجميل ده بهديه لكل أم عظيمة لكل سيدة حامل، لأن البسلة هنا غنية بالبوتاسيوم، وإحنا لما بنشوفها قدامنا عينينا يا إما بنشربها شوربة يا إما بناكلها مع خضار سوتيه، فإيه المشكلة لما أعمل طبق فيه كربوهيدرات ونشويات وفيها جزر وفيها بسلة؟ هو ده المضمون بتاع الأكلة بتاعتي. رؤية فن إبداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.